قد طير تقول ما لا هذه الليلة القرآنية بهذه التلاوة المباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشت. ندعو الله العلي الكريم أن يوفقه وأن يرزقنا جميعا حسن الاستماع، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. قد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام المسجد الحرام إن شاء الله آمين آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتح لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق
تدخلن المسجد الحرام لقد صدق الله رسوله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين تخافون فعلم ما لم تعلموا فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا هو الذي أرسل رسوله بالهدى هو الذي أرسل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره محمد رسول الله محمد محمد رسول والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم
تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا محمد رسول الله تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ذلك ومثلهم يعجب الزراع ليكون بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا الله
خلق الإنسان من علق صدق الله العظيم الفاتح. وهكذا قضيت على خير هذه الليلة القرآنية المباركة، وعشنا هذه الليلة على أرض مدينة القنايات بمحافظة الشرقية بدعوة كريمة من الأستاذ الدكتور محمود العزوني ودكتور محمد العزوني. ندعو الله العلي الكريم أن يرحم والدهما رحمة واسعة وأن يبارك في ذريتهما، فإنك يا ربنا على كل شيء قدير. وتقام هذه الليلة القرآنية سنويا، وهذا العام تقام بمناسبة نجاح دكتور إسلام محمد العزوني وقبوله بكلية الطب، فندعو الله العلي الكريم أن يوفقه دائما إلى الخير. وحضر معنا جمع من السادة الضيوف الذين شرفونا في هذه الليلة المباركة، وأتقدم بخالص الشكر للأستاذ الدكتور القارئ الشيخ عبد الفتاح علي الفاروقي، والذي دائما وأبدا ما يجمعنا في هذه الليالي القرآنية المباركة. ندعو الله العلي الكريم أن يبارك في ذريته. وأشكر كل من حضر مهنئا للدكتور محمد العزوني، فضيلة الشيخ السيد راشد، وفضيلة الشيخ ممدوح بودة سعد، وفضيلة الشيخ شعبان عبد الجيد، وفضيلة الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، وأيضا فضيلة الشيخ محمود محمد الخشت، وفضيلة الشيخ محمد حميدة، وفضيلة الشيخ عزة راشد، وكل من جاء مهنئا في هذه الليلة القرآنية المباركة. وحضر معنا جمع من السادة الضيوف، ندعو الله العلي الكريم أن تكون هذه الليلة وأن يكون هذا القرآن في ميزان حسنات من قاموا على هذه الليلة المباركة. وصحبا خلال الليلة القرآنية المباركة، الهندسة الإذاعية المهندس وحيد الخولي والمهندس أحمد الجعبري لتصوير الحفلات الدينية والخدمة الفندقية لبوفيه السني. وأيضا أشكر حضراتكم جميعا وفراشة محمود عبد المعطي من الطيبة أم رمان. أشكر حضراتكم وأشكر الدكتور عبد الفتاح علي الفاروقي والحاج إبراهيم القلش والأستاذ جودة محمد وكل من حضر، مهنئا للدكتور العزوني في هذه الليلة القرآنية المباركة. كل عام وحضراتكم بخير.